الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله تعالى للعالمين وسيد الخلق أجمعين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هذا الصرح الإسلامي الكبير المتميز الذي هو يعني نبتة طيبة ونواة طيبة في بلدة قرية منشاء صدقي مركز أبو كبير الشرقية عزبة القلعة، عبارة عن مشروع إنشاء مسجد ومجمع الصالحين الخيري بعزبة القلعة منشاء صدقي مركز أبي كبير شرقية، ويتكون من ساحة الصلاة للرجال والسيدات من طابقين. نمرة 2 إن شاء الله بإذن الرحمن الرحيم ناويين نعمل مكتب تحفيظ قرآن كريم. نمرة 3 بإذن الله عايزين نعمل مركز طبي تخصصي شامل، لأن احنا في منطقة نائية بيننا وبين المركز حوالي 5 كيلوات أو أكثر أو ما يزيد على ذلك، وهناك ساعات يمرض المريض ولا نجد من يسعفه، فإن شاء الله ناويين نعمل مركز تخصصي طبي شامل في جميع التخصصات، أيضا في دار مناسبات عامة. أيضا إن شاء الله حيكون المشروع يشتمل على حضانة نموذجية مشتركة، لأن الأطفال الريف بالذات بيروحوا المدارس وبيكونوا صغيرين وبنخاف عليهم، والعدد قليل جدا في المدارس الحكومية. فعشان كده إن شاء الله بإذن الرحمن الرحيم يعني ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا هذا المشروع على خير بإذن الله تعالى. والمشروع بيقبل التبرعات العينية والنقدية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يجعل من يتبرع أو من يبادر أو من يساهم حتى ولو بكلمة أن يجعل ذلك في ميزان حسناته يوم أن يلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: داووا مرضاكم بالصدقة. وصدق الله حين قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا المشروع والله جاء مجرد فكرة، لأن كان عندنا مسجد قديم صغير حاولنا نهد ونبنيه، لكن قدر الله لنا ورزقنا برجل صالح تبرع ب 500 حوالي 550 أو 575 متر مربع بهذا الشكل، في عرض حوالي 18 متر في طول 35، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى سيكمل هذا المشروع على خير إن شاء الله. ندعوكم دعوة للمساهمة والمشاركة في هذا المشروع بكل ما أوتيتم من قوة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن في بداية المشروع، نسأل الله أن تساعدونا وأن تمدوا لنا يد العون، وأن نقف جنبا وأن نقف مع بعض جنبا بجوار جنب حتى يكتمل هذا الصرح الإسلامي الكبير الذي يخدم هذه المنطقة بأسرها. نسأل الله أن يجعل ذلك العمل خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المشرف الهندسي اللي معانا أو الإشراف الإداري جمعية الحرمين للأعمال الخيرية
المشهرة بعزبة أبو سليم المشهرة برقم 27-53-2012، المشرف الهندسي المهندس عادل منصور عبد العزيز، الإشراف العام دكتور عبد الرحيم شعبان صالح، والذي يريد أن يتصل أو يستفسر أو يتبرع عليه أن يتصل بهذا الرقم 012-2-620-630-2. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جنات وكفك جدول وخيرك سيال وغيرك ينهل، حباك إله الكون فضل عطائه، فأنت بفضل الله تزهو وتبذل، فبذلك للمعروف يغفر زلة ويرفع أوزارا لحملك تثقل. وإنك أهل خير غضبة خالق لديه محب الخير يسمو ويفضل، حياتك جنة وكفك جدول جدول وخيرك سيال وغير